تقبل على أختك أن تكون كعائشة؟ أمير أمير، هو سؤال واحد ولا عدة أسئلة؟ أنت بتدخل بعدة فروع ولا عدة أسئلة؟ سؤال بسؤال. لا، هو السؤال واحد، إذا فيه لا فأنا أسأل لماذا، إذا فيه نعم فأعطيك بعض الأشياء التي تحتاج أن تؤكدها لي. نعم. فنعيد السؤال من جديد، هل تقبل أخي الكريم أختك الكريمة أن تكون كعائشة؟ نقتدي بها. نعم، نقتدي بها بكل شيء. بكل شيء، يعني لا مشكلة لديك أن يأتي رجل عند أختك الكريمة ويصبح مجنب وأختك الكريمة تعلمه يفرك المني كما فعلت عائشة؟ نعم. لا مشكلة لديك؟ لا مشكلة لدي في كل شيء. كل شيء سألته أنا أقول لك عليه نعم عشان أسألك سؤالك. جيد، لا مشكلة لديك أن عائشة يأتيها شخص ويرضع منها حتى يكون أخوك من الرضاعة، صح؟ يا أمير، يا أمير لا تدخل بمساءلات، خلاص أنت سألت سؤال حكيت لك في كل شيء، يعني ما في داعي أنت. أنا قلت لك إذا قلت نعم عندي أشياء لازم تقرها. ليش تتأذون؟ ليش تتأذون من أذكر تاريخ عائشة؟ ليش تتأذون؟ لازم تقر هذه الأشياء، لازم، هذه من ضمن السؤال. فأنت لا، فأنت هذا السؤال الأول، النقطة الأولى والثانية اجتياز بامتياز. النقطة الثالثة، لا مشكلة لديك أن يأتي رجل غريب وتتكلم معه أختك الكريمة عن الأعضاء التناسلية للذكر الكبير أو الصغير. شوف أمير، شوف أنا حكيت لك من البداية نعم في كل الأسئلة اللي أنت تسألها. نعم. لا لا لا، لازم ألقيها عليك. لا، إحنا الآن في محكمة فلا بد أن تستمع وتقول نعم. بتفاصيل، بتفاصيل أيضا مثل ما هو التفاصيل، نحب التفاصيل، كل إحنا نموت عليها. بس لحظة أمير، أمير بس لحظة. مرعوبين من تاريخهم، هم مرعوبين، رامين ذابين أمهم علي، حاطين رامينها علي ويقولوا لي أنت حير بيها. رام ما يقبل، ما يريد يسمع تاريخ أمه، ما يريد يسمع تاريخ أمه. يقول نعم أنا أقبل بأم أختي تقتدي بعائشة، نعم اللي موجود برأسه بالمسجد يوم الجمعة والشريفة وعرض رسول الله وكانت مبرغة عفيفة، هذا اللي سامعه هو أنه هي شريفة وعفيفة. فما يريد يسمع من عندي تاريخ عن عائشة وصخ، ما يريد. شوف من عاشورية، ما عندي وقت أضيع حياتي وياك. أنت سألتك هل تقبل على أختك تقتدي بعائشة؟ قلت نعم. هنالك 5-6 نقاط 7 لازم تسمعهن ولازم تجيبني بنعم أو لا، واضح؟ وآخر شيء لما أجيبك أنا بنعم أو لا أخذت الإجابة أنت، وآخر شيء تقفل علي الخط. لا، ما راح أقفل عليك الخط، راح أسمع سؤالك والله. تقفل علي الخط وتوقف. راح أسمع سؤالك افتهم. نعم. فراح أعيد من جديد، 7، جيد؟ 7 أشياء راح أقولها، أجبني بنعم أو لا، جيد؟ لا خلاص، هم 7 نعم بدون ما تسألني جيد أم لا. لا لا، ما يصير، لازم تسمعهم، لازم تسمعهم. يلا تفضل. يلا، فلا مشكلة لديك أن يأتي رجل في بيت في غرفة أختك ويجنب وتعلمه يفرك المني، صح؟ نعم. لا مشكلة لديك أن أختك ترضع رجل كبير ويصير أخوك، صح؟ نعم 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 نعم. لا مشكلة لديك أن أختك تتكلم بالأعضاء التناسلية للرجل إن كانت كبيرة. نعم 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 نعم. لا مشكلة لديك أن أختك تعلم رجل كيف يجامع زوجته ويدخل ذكره في فرجها. خلاص. هذا الرابع، بعدني ما مخلص. أجب نعم. تعب. نعم نعم. طيب أحسنت، بارك الله. لا مش... لا بعد بقى اثنين اهدى، أصلا مو اثنين، بقى ثلاثة. لا مشكلة لديك أن أختك تتكلم مع رجل تعلمه كيف يبوز زوجته. الله المستعان. جيد. لا مشكلة لديك أن أختك تقول لرجل ما لك لا تملك شهوتك. أمير، كم سؤال أنت الآن سألت؟ كم سؤال؟ هذا السادس وبعد واحد. نعم. لا مشكلة لديك أن أختك تقول لرجل
إن النبي يملك شهوته أكثر منك معناها عرفت هو ما يقدر يسيطر على شهوته. عيد السؤال الأخير. لا مشكلة لديك أن أختك تقول وأيكم يملك إربة كما كان زوجي يملك إربة، معناها اللي مقابلها ما ملك إربة وأجنب، فهي تعرف هو أجنب بسرعة، بس زوجها السابق ما كان يجنب بسرعة. نعم خلص. نعم خلص. بقى واحد سؤال واحد. حبيبي أمير ما أنت سألت سبعة سنة. هذا ستة والله ستة. هذا خلاص راح أطير إليك. تقبل تنطينا عنوان أختك الكريمة أو رقمها حتى الناس يتواصلون وياها ويتعلمون هالأشياء؟ والله أختي ما عندها رقم، قسما بالله أختي ما عندها رقم، إلا كان أعطيتك تواصل اجتماعي. المهم خلص سؤالك. ما عندها رقم زين، عندها عنوان بيت؟ عندها، أنا ساكن بتركيا. المهم أسأل سؤالي الآن في أسأل. طيب أنطينا مثلا عنوانك أنت، وأنا أعرف شباب كثر بتركيا يروحوا لك. خلص سؤالك، باقي سؤالي، جيبني على سؤالي. تفضل. الآن أنا يا أمير ممكن أجي على العراق، ممكن ألتقي فيك، ممكن أسوي متعة مع أختك أو مع أمك، هل تقبل أنك تجوزني أختك أو أمك متعة؟ هذا إحنا ما عندنا زواج المتعة للمتزوج. هذا خالتك يمنا يومية تجي تسلم علينا وتروح، تبقى ساعتين ثلاثة وتروح. ما عندنا، أنت بكيفك شنو؟ ما عندنا مرأة متزوجة، عندنا أختك ترضع وتلعب وتصعد وتنزل وتقفز وتفرك مني، بس ما عندها حساب موقع تواصل. يا رب ارزقها بحساب موقع تواصل واجعلها من المعلمين والمعلمات الذين علموا بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ما عندنا مرأة متزوجة تتزوج متعة، ما عندنا. شوف، أود أواد على أخت لم يؤودها أحد من الأوادين في سبيل يسأل تقبل الزوج أمك متعة بالزوجة. بشوف أخي المشاهد، لاحظ مسلم سني موحد يعبد الله بالنعال، يعبد قندرة الله، الله عزل رب السنة يعبده بالقندرة بالنعال. أود أواد على أخته ما صايرة، ما خلى حركة، ما سوى، ما طبقها عليها في سبيل الله. الهدف أهم شيء، الهدف الفوز مع النبي صلى الله. سني عندهم فتوى يجوز أن يعرض من خلال اللواط حتى يحشى بالقنابل، والله قسما بالله أقروها الفتوى، طلعت سنة 2012 على ما أذكر. يجوز يفعلون به حتى يعرضونه، حتى ياخذ مساحة أكبر من القنابل، يجوز. ليش؟ لأن الغاية عنده تبرر الوسيلة، الوسيلة مو مشكلة. الوسيلة ينطي أخته، ينطي طوطه، ينطي خالته، ينطي عمته، هاي اسمها وسيلة. أهم شيء هي الغاية، الغاية أنك تحظى برضاه صلى الله عليه وسلم، تحظى برضا عائشة، أهم شيء. يعني أود أوادة على أخته لم يؤودها أحد من الأوادين. إيش قد أواود موجودين بالتاريخ؟ يعني تقريبا بس ما يوصل لأبو بكر، فهو الأواد الأكبر الذي لا يضاهيه أواد أبدا. أود أوادة على عائشة ذاك ما صاير. المهم هو وعمر ذاك أود، هذا أود على عائشة، هذا أود على حفصة، سبحان الله كل واحدة عنده واحدة يؤود عليها. الحمد لله الأخ المتصل قال أنا لي سنة بي لسنة بأبي بكر وعمر، والله لا أودن على أختي في قناة القريشي، ولا أجعلنها أوادة ترضع وتفرك وتتكلم بالأعضاء التناسلية أو تلزم الأعضاء. السؤال الأخير طالما كنت أتوقع ما راح يوصل لها المرحلة، تقبل أختك تعرف واحد ما يقدر يلزم نفسه يجنب بسرعة؟ يقولي ما عندي مشكلة. يعني معناها تعرفه مجربته؟ يقولي ما عندي مشكلة. كلها أوادة. يا بنطينا عدوانها، يا بطينا عنوانها رقمها. يقول والله لو عندها عنوان انطي لك، بس ما عندها عنوان. حرامات أوادة بس ما عندها طرق تواصل. لا مو هيك يا شيخنا، لا والله قوية. مكتب أوادة بس ما عنده طرق تواصل، ايش لون صار؟ الله عليك، اول مره اشوف مكتب أوادة ما عنده طرق تواصل، شلون هذا؟ شلون راح تشتغلون على باب الله؟
غير تكون عندكم طرق تواصل، مواقع تواصل، أرقام، خدمات تواصل، عندكم مكتب يستقبل اتصالات، غير وهذا الصحيح؟ شو أنت شو راح تشتغل؟ شلون تشتغل بالهواء بس يمي تأود بالبث المباشر وتخلي هاي الشباب خطية هسه كل واحد يريد يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هاي تريد تتعلم، اللي يريد يتعلم يجنب، اللي يريد يتعلم يجامع، اللي يريد يتعلم يفرك، اللي يريد لأختك تفرك للمني، اللي يريد لأختك هذا سوي له مساج، تلعب له، تصعد له، اتعلم شلون هذا واحد يريد يسمع الأعضاء التناسلية مثل عائشة خطي. هاي الناس يعني تسمع عن مكتبك العظيم من أكبر مكاتب الإوادة في تركيا تالي متالي، ومكتبك هذا العظيم المشرف اللي بقيادة أختك الكريمة وأنت الأواد المسؤول عنه بالمكتب ما عندك عنوان، ما هذا قهر، شيء يقهر، هذا يقهر حتى الشباب كله تنقهر على هالموضوع، ما يصير ما يصير يا عيوني أنت، ما يصير ما يصير، شد حيلك شد حيلك وحط لك مواقع تواصل والله تستفاد والله، خاصة أنت بسوريا وخطية ما عندكم شغل وهذا عندكم مشاكل عتوكية تعرف أنت شخصت والتراك يركضون وراكم وهذا هم باب رزق بعد شو تسوي أنت، وبالنتيجة عندك عائشة كانت تسوي والروايات موجودة بكتبك، فحط مواقع تواصل والرزق على الله، رزق على الله، هم يؤمنون بهذا الشيء، رزق على الله حتى لو اواده والله، رزق على الله.